السلام عليكم دفعة أرام، معكم زميلكم ماجد رومان. هذا الفيديو راح نشرح الشورت كت الثاني من الـ Radiology 1 مادة الفاينال بعنوان الـ Image Characteristics. كان أول خاصية منهم اللي هي الـ Density أو الـ Degree of Darkening، يعني قديش الصورة فيها يعني سواد. Affects the diagnostic values and has to be ideal، يعني لازم يعني اختلافه بيأثر على التشخيص نفسه، لهيك احنا بدنا اياها تكون ideal. It affected by exposure rate, patient size, object density والفيلم فوق. طبعا كلياتهم علاقتهم فيها طردية، يعني اذا زاد الاكسبوجر ريت بيصير بيزيد الدنسيتي، اذا زاد البيشنت سايز بنزيد الاكسبوجر فبزيد الدنسيتي، والفيلم فوق برضه بينكريز فيلم دنسيتي الا الاوبجكت دنسيتي، لانه هون طلعوا الاوبجكت دنسيتي تبعت السن اكثر من الاورال كافيتي نفسها. فهون بينت الاورال كافيتي راديولوسنت اللي هي دارك جراي تو بلاك، وهون الراديو بيك اللي هي وايت تو لايت جراي. طبعا low object densities دائما result in high film density، يعني كل ما كان الاوبجكت تبع الدنسيتي كبير الدنسيتي تبعت الفيلم بيكون اقل. وعندك الراديو بيك اللي هي الهاي اوبجكت دنسيتي results in low film density، يعني الامالجم الحشوات والستركتشر نفسه والبون يكون لونه افتح من الاورال كافيتي نفسها. عندنا الخاصية الثانية واللي هي الكونتراست واللي هي التباين. تعريف هذا difference between the difference in densities good one make you distinguish between enamel dentine وال bulb in the crown، يعني اختلاف الدنسيتيز اللي هو بيسبب لنا تباين الوان. طبعا الجود وانز يعني التباين المنيح زي مثلا هون او هون بيخلينا نعرف الدنتين من الامالجم من الدنتين من الانامل من البلب في الكراون نفسه، يعني هون هي هذا انامل هذا دنتين مثلا هذا بلب، بس هون مش مبين منيح لانه الكونتراست مش لهالدرجه. في نوعين منه طبعا قبل ما نحكي عن it affected by what، في هاي كونتراست على شورت سكيل بيكون هذا مفيد. الهاي كونتراست بيكون مفيد في الكيرز ديتكشن، بيكون بلاك تو وايت يعني في الفيو شيد اوف جراي، يعني تلاقي مثلا اسود بعدين يعني مره واحده صار ابيض، لا هون تلاقيه ظل في اللو كونتراست او اللونج سكيل، بيكون لونج سكيل اللي هو يعني هي لونج سكيل هون شورت سكيل، فيعني السكيل نفسه هو معناه تغير او تغير لدرجه اللون، فبتكون هون ماني شيدز اوف جراي، بيكون في السوق بيست فور بيري ابيكال والبيريودونتال ايفالويشن. بيري ابيكال يعني هون هاي المنطقة البري أبيكال، البريدونتال إيفالويشن اللي هي البريدونتال ليجمنت اللي بيكون هون. هسا عند الخاصية صح قبل نحكي عن الخاصية الثالثة it affected by the subject contrast، يعني هون شايف إذا السن مثلا فيها يودنتين وفي إنامل قصدي وفي دنتين وفي بلب كل دنسيتي مختلفة فبسبب هون كونتراست. برضو عندنا الكي في بي هسا بشرحها، والفيلم كونتراست نفسه يعني كل شركة بتصنع الفيلم بيكون عاملين كونتراست معين، والفيلم فوق في الجهتين هون بيأثر، يعني الفيلم فوق بيخلي الهول فيلم داركر، يعني بيخليه كلياته داركر، فميكن ات هاردر تو سي ذا دنسيتي او الكونتراست بينهم، يعني بيخليه كله اسود، يعني بدل ما هو يكون هيك لا بيصير كله مثلا اسود او اغلبه اسود، فما انت تعرف انت تشوف كونتراست. معلش هسا ال KVP برضو علاقة عكسية ولكن بدها شرح. ال KVP كل ما زدناه بنزيد جودة الاكس راي اللي بتعمل بنتريتنج للأوبجكت، فإنه إذا احنا ودينا مثلا KVP واطي فبيكون الاكس راي بيم طاقته ضعيفة لأنه ال KVP مسؤول عن الطاقة فما بيعمل بنتريشن، فالمناطق بالسن اللي بتكون زي هيك مثلا زي البون والإشي بتبين هيك بيضة على السريع، فهون بعطينا اللو كي في بي بعطينا هاي كونتراست، اما الهاي كي في بي بعطينا لو كونتراست عشان كل شيء بيتم اختراقه فكل شيء بيكون مبين. يعني وقلنا ليش احنا لما نستعمل اللو كي في بي بنكون نستعمل عشان الكيرز ديتكشن، والهاي كي في بي بنكون نستعمل عشان بيري ابيكال او بيري دونتال ايفالويشن. هسا عندنا الخاصية الثالثة اللي هي لاتيتيود اللي هي ريبريزنتس ذا رينج اوف اكسبوجر ذات ويل بريديوس diagnostically acceptable densities on a film، يعني هو رينج معين. هي مثلا الرينج اذا معلومه انه اذا انت عملت انكريس لللاتيتيود بتعمل ديكريز للكونتراست، وبالاخر تتصل اللو كونتراست اللي هي بتكون فيها
ماني شيدز اوف جراي. هسه خلينا مثلا ناخذ مثال، انت عليت اللاتيتيود كثير صار معك الصوره زي هيك الكونتراست فيها، هسه اذا عليته اكثر من الرينج هذا المعين الصوره راح تطلع فيري دارك، اللي هي غير مقبوله يعني، ان اكسبتبل يعني، دارك اكثر من العادي، فبكون خرب عندك الدنسيتي. وبرضه نفس الاشي لو عملت اقل من الطبيعي بيكون عندك هاي كونتراست عالي، فبيبين عندك الفيلم يعني هيك فاتح اكثر مش دارك. وهاي الصوره انت بتعملها للسوفت اند هارد تيشو اون ذا سيم فيلم، الصوره بتتاخذ للسوفت وير هارد تيشو مع بعض. الخاصيه الرابعه اللي هي سبيد. سبيد مش مقصود فيها انك انت مثلا تعدل سرعه الاكس راي عشان تسرعه، لا، السبيد معتمد على الفيلم. The amount of radiation required for the film to be exposed the X-ray. ف higher speed دائما بتعطينا less radiation، بس less radiation بيعطينا less details. فإنه دائما اعرف إنه larger crystals زي التبيولر اللي أخذناه في المحاضرة الأولى بيكون عندنا increased speed، يعني بس بده يدوب كمية radiation قليلة عشان يصير له expose، بس ما بيكون في detail منيحة زي الأبطأ منه. هسه الموضوع الثاني اللي هو البروجكشن جيومتري، او يعني كيف تقول هندسه الاسقاط، كيف انت لازم يعني شو لازم تتعامل مع البيم. طبعا في امور مهمه تتعلق فيها، اول شيء لازم الراديشن سورس سمول از باسبل، بس مش سمول كثير، يعني لازم الفوكال سبوت تكون بتوين البوينت 6 و 1 مليمتر مربع، او التنجستون بليت حيذوب معك لانه بتعرض لحراره عاليه. السورس اوبجكت دنسيتي لارج، انه يكون المسافه بين السين اللي بدك تصوره ومصدر المصدر الاكس راي اللي هو الفوكال سبوت يكون لارج اس باسبل باي يوزنج 16 انش بي اي دي او الكوليمتر، which result in less image magnification، يعني كل مكان هذا بعيد بيكون الماجنيفيكيشن مش عالي. Object film densities distance small، يعني السن نفسه في الفيلم لازم يكون لازقين اكثر ما يمكن، must be as small as possible. Ideally the film should be in a contact with the object، يعني لازم يعني اشي مناسب، لازم يعني كافضل اشي لازم انت تلزق السن بالفيلم. But at the end of the film must be parallel to the tooth axis. اللي حناخذها بمحاضرة أربعة على التكنيكس، إنه لازم يكونوا parallel مع بعض أساس إنه يعطيك الماجنيفيكيشن المزبوط. أيوة، متذكرين إحنا في نقطة أربعة object to film parallel. ليش؟ to give an actual size of the object in the film. لأن إذا ما كانت parallel حيصير في تطاول بالفيلم إذا كان مثلا لتحت أو لفوق ما بفرق. الإكسري بيم لازم يكون perpendicular اللي هو بزاوية 90، أنا بعرف شو أكتب بالماوس، بزاوية 90 to the object يعني للسن and the receptor الفيلم مع بعض. البروجكشن جيومتري بيرتبط فيها خصائص مثل الشاربنس، واللي هي بتقيس لك قديش ال reproduction of details on a radiograph، مثلا انت شايف السن منيح، يعني الحدة مثلا انت شايف السن منيح ولا مثلا في مش شايف أطرافه أو هكذا. كان في النمبرا اللي هو ال unsharpness، بيكون لك partial shadow، يعني بيكون في ظل بشكل يعني ظل بشكل جزئي. blurring of the edges، يعني بيكون زوايا السن مش واضحة كثير، يعني بيكون فيها blur. بيقول لك معلومة إنه the larger the number the less sharp the image will be. هاي sharpness affected by the focal spot size and source object distance والobject للفيلم distance اللي هو قلناهم هون. برضو البي intensifying screen، استعمال intensifying screens في حالة extra oral هاي بتقلل الشاربنس. برضو الفيلم كريستال سايز اذا كان لارج بيعطينا less sharpness. also faster، يعني هاي كمعلومة اضافية انه الفاستر فيلم بتعطيك less sharpness، لهيك احنا قلنا انه الفاستر فيلم هون بيعطيك بيكون اسرع بس less details، لانه اصلا الشاربنس فيها مش منيحة فبيكون less sharpness. الموشن الحركة نفسها اذا كنت تحرك التيوب هيد بيكون لك بيصير عندك unsharp image. الماجنيفيكيشن وهو يعني التضخيم او القريب، بيقول لك increase in size result from the diverging x-ray beam، يعني كتقريب للموضوع اللي هو increase size results from diverging x-ray beam. بس احنا عندنا السن اذا اجى في الاكس-ray، طبعا الاكس-ray ما راح يعني في منهم بمرقوا مثلا ثرولي، بس في منهم بنحرف، فانه اذا كان الفيلم بعيد يعني هسه بنحكيهم احنا شو اللي بيأثر، اذا كان الفيلم بعيد ببين السن اكبر او اذا قربناه ببين اصغر، وحسب هسه بقولهم it affects by source object distance او الفوكال سكين ديستنس او الفوتال سبوت سكين ديستنس. طبعا اذا
زودنا الديستنس الماجنيفيكيشن بيقل، ولكن برضه يعني اذا الاوبجكت لفيلم ديستنس اذا لزقنا الفيلم في السين او يعني قربناهم من بعض كثير، هاي ديكريز ذا ديستنس ديكريز ماجنيفيكيشن. طبعا انا خليت الديكريز بلون ازرق والانكريز بلون احمر. هاي بيقول هاي معلومه، ريمبر ذات تو اتشيف باراليزم بتوين توث اند ذا فيلم ذا اوبجكت فيلم ديستنس انكريز. يعني انت عشان بدك تخلي الفيلم موازي بالضبط للسين بدك تبعد المسافه بينهم شوي، لان اذا لزقتهم في بعض الفيلم بنثني عشان الاورال كافيتي، لما انت تبعدهم عن بعض راح يعمل انكريس للماجنيفيكيشن. فانت شو بتعمل عشان تعادل هاي الشغله؟ انت بتروح بتبعد، يعني بتروح بتعمل انكريس للسبجكت اوبجكت ديستنس عشان يكافئها وتطلع الصوره يعني مش ماجنيفيكيتد. فذاتس واي وي يوز بي اي دي اوف 16 انش ات ليست في عمليه البيري ابيكال راديوجرافيك تكنيك. طبعا العلاقه الرابعه اللي بترجع للبروجكشن دي جيومتريك اللي هي ديستورشن او تشينج ان شيب اور ريليشن شيب. ديستورشن يعني ما سبيناش معناه الحرفي، بس ديستورشن بيكون خراب، انه اذا غيرنا العلاقه بين السورس للأوبجكت أو الفيلم للأوبجكت، هاي مكتوب إذا الأوبجكت للفيلم أو البيم ألاينمنت. إذا السنترال بي يعني إحنا بنقول هاي the X-ray central beam must be direct perpendicular to the tooth. إذا غيرناها بصير فيه تغير، يعني إذا X-ray beam أجا بعكس مثلا أجا مش بزاوية 90 حيغير أطوال السن نفسه، حيبان مش بطوله الطبيعي. والأوبجكت فيلم ريليشن شيب بيقول التوث اند ايمج ريسبتور ماست بي بارلل تو ايتش اذر. اذا ما كانوا بارلل زي في البايسكتنج انجل تكنيك راح يكون في ديستورشن في الصوره، راح يكون في تغير في الاطوال الحقيقيه ما بتعطيك الطول الحقيقي. هاي شايف بايسكتنج لاين انجل تكنيك كوز ذا ايمج تو بي ديستورتد. طبعا الايديال راديوجراف سامحوني، الايديال راديوجراف احنا بنعتمدها وين، او يعني بتكون استيميتد وين؟ لما يكون الفوتوغرافيك نفس الجيومتريك، بحيث انه الايمج سايز نفس الاوبجكت، يعني الايمج سايز نفس الاوبجكت سايز جيومتريكلي، الايمج سايز بنفس الاوبجكت ماجنيفيكيشن. يعني انه الماجنيفيكيشن علاقه الماجنيفيكيشن هي بترجع على الشيب. الجود ديتيلز من الشارنس، والإيمج has no has good density من الكونتراست. كل هاي يعني يا فوتوغرافيك يا جيومتريك. عن نوت مانديبولر مولر بري أبيكال فيلم كمز، اللي هي المانديبولر مولر بري أبيكال راح نذكرها في المحاضرة رقم 4، كمز closest to the ideal radiograph يعني either blurring or bisecting، يعني هي أقرب إشي لأنه تكون ideal radiograph. هسه بس مراجعة لموضوع الـ ideal radiograph is considered when الفوتوغرافيك لازم يكونوا ideal والجيومتريك لازم يكونوا ideal. عندك الـ خلينا نمحيهم بس هيك لأن أنا بشخبط كثير مش عارف ليش. الـ image size إذا كانت لازم تكون قد الـ object size، فهذا بيكون الإشي geometric يعني geometrically ideal. الـ image shape نفس الـ object، هذا له علاقة في magnification وبيكون geometrical جيومتريك ايديال جيومتريك. والايمج هاز جود ديتيلز او شاربنس برضه له علاقه في الجيومتريك، بس اذا هاز جود دنسيتي اند كونتراست بيكون له علاقه في الفوتوغرافيك، يعني كيف انت اخذت الصوره مش كيف انت اسقطت البيم على الصوره. وهيك بتكون المحاضره خلصت، ان شاء الله استفدتوا منها وان شاء الله تكون ان شاء الله بسطت لكم اياها. يعطيكم العافيه ونلقاكم في فيديو جديد.